بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلتها الغنائية بدولة الكويت منذ قليل على نغمات أغنية آه يا ليل، التي خطفت صيحات الجمهور الذي توافد إلى مكان الحفل من مختلف الفئات والأعمار. واستقبل الجمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بحفاوة شديدة، حيث تم عرض فيديو مجمع من حفلتها قبل صعودها، ثم صعدت بفستان لامع على نغمات أغنية آه يا ليل، وبعدها غنت أغنية غيرانين. ووضعت الجهة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب بالكويت 5 شروط لدخول الجمهور المقرر حضوره الليلة، وجاءت: ممنوع التصوير، ممنوع الوقوف أو الرقص أثناء الحفل، ممنوع التدخين، الدخول لمن يتخطى عمره حاجز 10 سنوات، منع دخول أي شخص لم يتخطى 16 عام إلا برفقة بالغ أكبر من 18 عام. ويعد هذا الحفل المؤجل من أكتوبر الماضي بسبب الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا، وبعد عودتها لزوجها حسام حبيب استم إرجاء الحفل من قبل منظميه خلال فترة تواجد شيرين عبد الوهاب في المستشفى للعلاج النفسي.